زياش يفرح المغاربة، أعلن قرار عودتي وسأكون حاضر في كأس العالم. أسطورة المغرب حكيم زياش يعلن قرار عودته للمنتخب ويؤكد: سنقاتل من أجل الظهور بشكل عظيم في المونديال، بل والمنافسة على الفوز بالمونديال، بل والفوز بالمونديال يا سادة يا كرام. خرج اليوم أسطورة المغرب حكيم زياش في تصريحات عظيمة جدا 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 لصحيفة ذا صن البريطانية، وتحدث زياش عن أمور كتير جدا، منها مستقبله مع تشيلسي وأمور كتيرة تخص بعض النقاط اللي مش هنهتم بيها في حلقتنا النهاردة. لكن النقطة اللي هنهتم بيها في حلقتنا النهاردة حديث زياش وتصريحات زياش عن المنتخب المغربي، حيث أكد أسطورة المغرب عودته للمنتخب المغربي وقرار عودته للمنتخب المغربي، منتخب أسود الأطلس، في خبر عظيم جدا 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 جعل المغاربة في حالة سعادة عظيمة. كما أعلن زياش أنه سيكون حاضر في المونديال بقلبه ودمه وقتاله داخل أرض الملعب هو وزملائه من أجل رفعة علم المغرب عاليا في المحفل العالمي الكبير. وفي ختام تصريحاته أكد زياش أنه يرى أن المنتخب المغربي لا يقل عن كبار منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية، وسينافس بقوة منتخب الأسود على الفوز بذهب المونديال.